دبي كوكب آخر. أنا من أمس وأنا أقول هالكلام، ويعني دبي حاضنة العالم وأم الجميع. يحس إنه هو بديرته، ويحس بالأمن والأمان. أنا نص الثاني دبي، يعني لو أتكلم مني لباكر ما في كلمة توفي بحقها. من أجمل البلاد بالعالم، ما قصروا، أعطوني غامة ذهبية، أعطوا حق عيالي الغامة الذهبية، يبارك بعمرك. يعني ما عندهم هذا كبير هذا صغير، حطوني بعيونهم وأنا ما راح أحطهم طول العمر بعيوني. وهالكلام مو من فراغ، إنه وين ما يروحوا يلاقوا استقبال حلو من قبل الجميع، مثل ما بيصير كل مرة بيجوا فيها على الأردن. محبة الناس، نستقبل الكل، يعني مثل الأردن لما نروح نشوف الأردن شنو تبي، وخلود عندك بالأردن مو محبوبة أكثر مني محبوبة، يعني لما ندخل مكان يقولون دكتورة خلود ما يقولون أمين، يحبونها من صغير كبير مرة كبيرة صغيرة، كل الأردن تقريبا أنا أشوفها يحبون خلود. عليهم. شوفي أنا أدري من أول إن هو قايل أنا بشتري بيت، بعدين مرت كورونا مر الموضوع وأنا نسيت، وقلت دام ما ياب سيرة يعني خلاص، وأنا نسيت الموضوع، بعدين انصدمت شنو كله ما أدري شنو إيش قاعد تسوي، مشغول الحين ما أقدر، بعد ساعة نطلع أمين ليش عندي، ولا هو وأخوه قاعد يخططون، أخوه بالأردن وهو بالكويت، بعدين قلت له سوري يمين ظلمتك. انه بيحب يسعد زوجته بكل الطرق، فغير الفيلا فهو ايضا اشترى له سياره رولز رويس جديده مؤخرا من بعد ما كانت عملت حادث بالاولى، وطبعا نحن سالناها اذا بتخاف من الحسد. كلنا نؤمن بالعين وهذا شيء مذكور بالقران، بس حتى الناس اللي ما تطلع حياتها قاعد تصير لها اشياء، يعني الحين مثلا في مثلا الناس ما يطلعون عيالهم، عيالهم يكون فيهم شيء، هذا شيء الله كاتبه إنه يصير، سواء طلعتي الأولاد أو طلعتي على السوشيال ميديا أو ما طلعتي، بس إحنا شنو اللي واجبنا؟ إن إحنا نرقي نفسنا، نحصن نفسنا، ونقول الباقي على الله واللي الله كاتبه يصير، لو شنو تسوين؟ وأمين كان عنده نظرية تانية خبرنا أكثر عنها. أنا أقول لك الحين تشوفين صور أبطال العالم كريستيانو ميسي، ليش ما يعني ليش ما وهذولي شهرتهم عالمية، يعني ما في أحد ما يعرفهم، ليش هم بعد ما يخافوا من العين؟ وليش الحين أبطال؟ ليش 30 سنة أفضل لاعب بالعالم؟ فاللي كاتبه ربك يصير. وهنا حتى من الكابلز اللي بيحبوا يشاركوا حياتهم العائلية مع متابعينهم، فدائما بينشروا صور وفيديوهات مع أولادهم، وآخر شيء شفناه هو صورة بتجمع أمين والأولاد لأول يوم بالمدرسة بالعام الجديد. مدرسة بس كل يعني كل طفل بس بصف واحد بكلاس واحد. وهون حبينا نعرف منهم أكثر عن شخصيات أطفالهم المختلفة. لا عيالي حلوين. أنا أقول لك اللي يحب الدراسة عندي خلود صغيرة تقول تبي تصير مثلي ماما، تبي تصير أتمنى أن خلود الحمد لله عندها من أكبر العيادات بالكويت، أتمنى بنتها هم دكتورة والأم دكتورة، يكونوا يعني تكون تحت، يعني تخيل هي دكتورة أسنان وهي طب عام حلو، راح أسوي اللي وراي والقدامي عشان أسوي هذا. أمنية أمين إن شاء الله تتحقق إن عيالي يكونون دكاترة. ومن وحي الحديث حبينا نعرف منها إذا بتشجع فكرة إنجاب بيبي جديد. اللي الله كاتبه يعني اللي من الله حياه الله. وبالنهاية كان في سؤال معين حابين نعرف إجابته، وهو إذا بتغار خلود على أمين. لا أول إيه أغار، أول ما بلشنا ويعني تصير لي مواقف إيه خلاص يعني. أنت كل هذا ثالث لغات شيء. ثالث سؤال. الحين يعني أكيد كل البنات هذولي اللي موجودين وهو قاله توه خواته وخواتي أنا، يعني هم أكيد ما يشوفونه بنظرة شيء ثاني أو هو يشوفهم بنظرة ثانية، لا أنا أشوف إن إحنا كلنا أخوان، والله ما نشوف منهم إلا كل احترام، هذا أهم شيء الحمد لله.